تحية الصباح لكل الناس. حنتكلم احنا عن ريادة الأعمال، وريادة الأعمال مهمة جدا، بتقدم المجتمعات وبتساهم في نمو المجتمعات دي، كمان برضو بتساعد الأفراد كثير جدا في انهم هم يكونوا من الشخصيات أصحاب ريادة الأعمال في المجالات المختلفة. حنتكلم احنا عن الموضوع ده باعتبار انه من الموضوعات المهمة جدا في حياتنا، مفترض نركز عليه بالذات في المرحلة اللي بمر بها السودان، الظروف الاقتصادية المعروفة عند الجميع. سعداء جدا تكون معانا الأستاذة مساجد. مساجد أهلا ومرحبا بك، سعيدين بوجودك معانا. مساجد عبد الماجد وهي ناشط اجتماعي، صباح الخير عليك، منورانا في الأستاذ. يا هلا، صباح الخير عليك، صباح الخير على كل الشعب السوداني، صباح الخير بنكهة الطموح والكفاح، بنكهة كل زول عايز يطلع حاجة حلوة للمجتمع. صباح النور عليك. جميل، وده صباح الأمل وصباح التفاؤل وصباح الكفاح و صباح ريادة الأعمال، وصباح أنك أنت تقدم فكرة جديدة للمجتمع تساهم في حل بعض من المشاكل اللي بيواجهها المجتمع. لا. بداية مساجد، ممكن نتكلم عن ريادة الأعمال في تنمية المجتمع؟ بالضبط، صراحة فريادة الأعمال في السودان مؤخرا بدأت في السنوات الأخيرة بدأت تتطور، بدأ الناس يداب في ثقافة عن ريادة الأعمال. إن الناس بقت تعرف يعني شو ريادة الأعمال، إنه ريادة الأعمال إنه أنت كرائد أعمال إنسان بيكون عندك فكرة، الفكرة دي حتكون عايزة تنزلها واقع على أرض الواقع، ما مجرد فكرة تكون حبيسة في عقلك، لا، هي حتكون عبارة عن أفكار، أنت عايز تترجم الأفكار دي لأفعال موجودة في أرض الواقع، ومنها أنت حتساعد نفسك، حتكون عندك قابلية أنك تساعد الناس والمجتمع الموجود حواليك. فريادة الأعمال صراحة هي، أرجع أقول ثاني، هي عبارة عن بحر واسع شديد، محتاجين في المقام الأول نزرع ثقافة ريادة الأعمال، وكيف أنه أنت أصلاً تكون رائد أعمال، وأنواع ريادة الأعمال المختلفة اللي ممكن تعرف أنت البارتيشن الحالي موجود فيه، تقدر تنمي قدراتك وتمشي لقدام وتنفع المجتمع بكل الحاجات الموجودة. نعم، طيب مساجد، ممكن نكون عرفنا يعني خلفية عن ريادة الأعمال، أنا عاوز أكون رائدة أعمال في أي مجال من المجالات، كيف؟ بالضبط، ريادة الأعمال الحاجة الحلوة فيها شديد فيها مرونة، يعني ما أنت لازم تكون قاري مجال معين، يعني أنا كمساجد دكتورة زولة بتاعت مختبرات طبية، قريت صيدلة برضو، فريادة الأعمال المرونة فيها هي عبارة عن قالب كل زول ممكن يخش في القالب ده، وبدأ تكون فيه ضابط شديد. في سيبس كثيرة، إنه رائد الأعمال أول حاجة هو زول عنده روح المبادرة وروح المخاطرة في نفس الوقت. يعني مثلا أنت كأستاذة عرفها أهلا بيك، الله يكرمك أستاذ عارفة، عايز تكون رائدة أعمال، فهي أول حاجة بيكون عندها القوة، عندها الجرأة، إنها عايز تخش في ستيبس جديدة ما مرت عليها قبل كده، لكن جاتك فكرة معينة، الفكرة دي أنت عايزة تطلعيها قالب على أرض الواقع. فالحاجة دي بتكون ما سهلة، بتكون عايزة منك مخاطرة كبيرة، لأنك داخلة في مجال جديد ومحتاج لشنو ذاته. يعني تحتاج أول حاجة في ريادة الأعمال، محتاجة إنه تاخذي كورسات عنها. الكورسات دي الميزة بتاعتها شنو؟ الميزة إنها بتختصر لك المشوار، لأنه أنت حتاخذ خبرات ناس في المجال لهم 10-20 سنة، فهم خشوا ريادة الأعمال عن طريق التجارب في أرض الواقع، فأنت لما تاخذ الكورسات دي حتاخذي التجربة بتاعتهم في قالب، حتطبق القالب في حياتك ومنه أنت جميل. حتكون. طيب أستاذ دكتورة مساجد، داير نموذج للمتابعين هذه ممكن يطبقوها الآن باعتباره هم قاعدين في البيت، وقد ما يكونوا موظفين قد يكونوا هم موظفين في نفس الوقت، يعني نماذج لانه نماذج ايوه، شنو المشاريع اللي ممكن احنا نشرح عليهم الان عشان يكتسبوها الان الضرائب الاضافيه؟ يعني ايوه، المشاريع صراحه كثير شديد، هي بحر. فانت ممكن تبدا من مجرد مثلا تجيب لك منتج معين، مثلا انا كزوله قاعده في البيت بقدر اعمل حاجه معينه، مثلا سي بتقدر تصنع بتعمل باستا او بسبوسه او حاجه معجنات مختلفة. معجنات مثلا بمختلف، سواء مالحة سواء مسكرة. فالحاجة دي أنا ممكن بقدر بس أصنعها، بتكون في محيط حياتي، لكن أنا لما أخوش عايز أكون في مجال ريادة الأعمال حيكون عندي القابلية أنه أنا أوسع النطاق بتاعي يكون واسع. فريادة الأعمال بتمهد لك أنه أنت تكون معروف عند الناس، فالنشاط بتاعك ده بدل يكون مختصر عليك أنت ويكون مجال صغير، أنه أنت حتكون قادر تنمي الحاجة دي ويكون عندك عطاءات كبيرة. يعني مشروعك الصغير ده أنت الليلة إذا جيتي اتفقهتي أكثر عن وعرفتي أكثر عن ريادة الأعمال وكيف تطبق ريادة الأعمال في مشروعك البسيط ده، أنت صراحة بكرة ممكن مشروعك الصغير يكون عبارة عن مشروع صغير قابل للتطور، بحيث أنه يكون عندك عمالات معاكي وناس شغالين معاك، بعد شوية حتمشي تكون ماشي للديفلوبمنت لمنطقة أعلى منها، أنه مشروعك الصغير القابل للتطور ده بقى عبارة عن مشروع كبير، شوية شوية حتوسع الدائرة. صراحة أنه نحن حاليا محتاجين لريادة الأعمال. ليه؟ ريادة الأعمال بقت
انا بقول لها هي متطلبات مرحله. ليه؟ لانه احنا في ظرف الناس كلها بتقول لك ما في شغل، الوضع واقف. فالوضع واقف دي اكثر فتره انت وانت وانا وكلنا حنقدر نطلع، نكون كرييتيف، نطلع افكار جديده، منتجات وافكار جديده بالضبط كده. لكن مساجد في ناس بيقولوا انه رياده الاعمال انك انت تقدم مشروع جديد لاول مره يساهم في حل مشكله عند المجتمع. بالضبط. وفي اخرين بيقول لك لما انا اعمل لي معمل بتاع باسطه واعمل لي محل بتاع خياطه انا ما جبت حاجه جديده، حاجه مبتكره. نعم. جديده. فرياده الاعمال حتكون مزيج بين الاثنين، انه انت حاليا عندك فكره جديده عايز تطلعها للناس وبتكون لها علاقه بالتكنولوجيا. فنفس الزول بتاعت الباسطه دي ذاتها حاليا اذا خشت لنا في سيشن بتاع انه انا عايز اعمل ابلكيشن حاليا، ما في حاجه زي دي في السودان. نعم. طب انا كزوله بعمل بس بعرف اعمل باسطه، في رياده الاعمال المرونه بتجي هنا انه انت من خلال الحاجه البسيطه اللي بتعملها دي ممكن تاخدها في قالب. طيب هنا مهم جدا حته انه انا كيف عشان اكون ذاته رائده اعمال وابدا بمشروع ايا كان المشروع ده صغير، مهم جدا التسوق. يعني انا لازم اسوق للمشروع بتاعي ده، لازم الناس تعرفه. الحاجه دي بتعتمد علي انا كزولة عاوز اكون رائده اعمال، في انه انا دائره علاقاتي لازم تكون واسعه جدا، لازم اكون بعرف كميه كبيره جدا من الناس وفي المجالات المختلفه، ولا انا زولة عاديه ربه منزل موجوده في البيت عاوز ابقى رائده اعمال. الحاجه ممكن تنجح، حتنجح. ليه؟ انا حديك نموذج بي انا شخصيا، انه انا قبل سنه وثمانية شهور بالضبط جاءتني فكره، وانا في اخر سنه في الجامعه جاتني فكره انه انا عايز اعمل هدايا. ففكره الهدايا كانت نوعا ما يعني ما منتشره زي الليله. فاول حاجه جات في راسي انه انا زيرو راس مال، زيرو علاقات، زيرو اجتماعيات، زيرو فولورز، زيرو اي شيء. طب انا ممكن ابدا الحاجه دي كيف؟ فالحاجه دي حتتطلب منك المقام الاول في البدايه مجهود كبير شديد، انه انت حتكون عايز تخلي تعكس منفعتك للناس، توريهم قيمه الحاجه اللي انت بتقدمها، انه ممكن تغير لك شنو في حياتك، ممكن انه انا كصاحبتك او زميلك اجيب لك ورده بسيطه تغير مزاجك. فانت في البدايه حيكون محتاج منك عمل كبير في رياده الاعمال، انه انت تعكس فكرتك للناس، انه انت قادر توصل فكرتك والقيمه اللي ممكن تلاقيها من الناس. فحاليا من زيرو اي شيء، حاليا صفحتي كلها فوق 13,000. ما جات بالسهل، جات بالمثابره، جات بانه انا لما اخش في مجال رياده الاعمال والبزنس عموما انا ما عندي خيار اني انا عايز اجازف، لانه المجازف مع البزنس حتخسر. خيار واحد انا انجح، ما في خيار غير اني انجح صراحه. جميل. في الوضع الحالي. مساجد الفولورز جبتيهم بالمثابره ما بالمسابقه، صح؟ جميل. مع انه متعبين شديد. شديد حار الحاجه دي. شنو هي؟ نتيجتها رهيبه شديد. نعم. ابرز التحديات اللي بتواجه رواد الاعمال ممكن. ابرز التحديات اللي بتواجهك انه انت اول النقطه اللي انت قلتها اسي انه انا ما بكون عندي متابعين. نعم. محتاج فولورز، محتاج انا قبل ما ابدا اوري الناس فكرتي. يعني ونص انه انا بديت الليله وعندي مشروع معين قاعد اعمل فيه، الناس ما عارفه خلفيه عنه، ما عندي ناس. يعني في ناس صراحه حاليا عندهم مشاريع ناجحه شديد، لكن المشكله التريك اللي بيجي الناس ما عارفه انك انت بتعمل الحاجه دي. فهنا بتجد رياده الاعمال انه هي بتكون عباره عن البوصله بالنسبه لك، انه هي القادره توصل فكرتك او الحاجه النشاط اللي عالي شديد. محتاج منك خلفية عن الديجيتال ماركتينج وعن السوق الإلكتروني، إنه أنت كيف تستفيد من المنصات الموجودة دي، بدل الفيسبوك تعال نتعرف وتعرف كيف إنه أنت تستخدم كل السوشيال ميديا بحيث إنه تبرز الحاجة اللي أنت بتعملها للناس. نعم، تقدر تسخر عشان أنت تستفيد منها والناس تستفيد. طيب يعني مساجد أنت هسه لما تكلمتي وقلتي عشان تبقي رائدة أعمال الحاجة دي ما سهلة بالنسبة لك، وبديتي بالهدايا باعتبار إنه أنت لما بديتي فيها ما كانت موجودة بالضبط بالطريقه اللي هسه موجوده دي. يعني كثير جدا من الناس الشغالين يعني شغل بتاع هدايا باشكاله وبتفاصيلها المختلفه. انا عشان ابدا مشروع والمشروع ده عاوزاه ينجح، لازم اجيب فكره تكون ما في او ما في زول ترقى، او حتى لو ترقوا يكون اثنين وثلاثه عشان انجح، ولا لو جبت فكرتك ذاتها نفس الفكره بتاعت الهدايا دي ممكن انجح فيها، ولا يعني الحاجه دي ممكن المعادله تكون شويه كده صعبه يعني. ايوه المعادله صعبه، لكن قد اكون انا وانت بنعمل نفس الشيء، لكن الكرياتيفيتي والطريقه اللي انا بقدم بها الحاجه حتكون مختلفه تماما. عندنا مجموعه من المشاريع اللي قد تلاقي نفس الفئات بيعملوا نفس الشيء، لكن الطريقة في الحاجة اللي أنت بتقدمها للناس تكون فيها لمستك أنت. بالضبط. يعني صراحة محتاجين نطلع من الحتة بتاعت كوبي 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 بس. أيوة. في أي شيء محتاج تطلع لحتة أنه أنت قاعد تعمل حاجتك وتضيفها نكهتك. ما كل حاجة في الدنيا يعني أنت حتطلعها ما بزول عمل قبلك. في حاجات كثيرة حاليا الناس بدأت تبدع فيها وتكون ضابطة شديد فيها، لكن عرفت تخوض بصمتك. فإحنا محتاجين بجد كل واحد فينا عنده بصمة مختلفة تماما. حتى لو جبت مشروع شغالة فيه كمية كبيرة جدا
جدا من الناس، لكن عملت فيه بصمتي ولمساتي انا، واو، وفيه شخصيتي بطريقه مميزه وجميله، ممكن حتى اجي افوت الناس الشغاله في بالضبط كده. كله حيرجع للاجتهاد، حيرجع للطريقه اللي انت قادر تعكس بها مشروعك للناس، اجتهادك في الحاجه. كل مره انت عايزه تطلعي فكره جديده، دي في حد نفسها عباره عن رياده اعمال من مشروع قديم. فانا كل مره عايزه ابتكر، ونص انه انا وصلت مرحله حسيت انه انا ستيبل واقفه في الحاجه دي ما حانجح كثير. ليه؟ لانه بحس انه انا في طور بتاع روتين، ما في تجديد، ما في تجديد. فالتجديد هو اللي بيخليك انت قادر دائما تطلع. التطوير برضه كمان عنده دور كبير في انك انت تقدر تقدم افكار بصوره جديده وصوره ابداعيه، لانه زي ما قلت قبل بتلقى في اكثر من مشروع متشابه بتميز مشروع عن الآخر. في ممكن نتكلم عن من وين رائد الأعمال بيستلهم الأفكار اللي ممكن يطور بها المنتجات بتاعته ويقدم قيمة كمان للمجتمع. بالضبط، رائد الأعمال ونص إنه أنت جيت بديت فكرة إنه أنا عندي مشروع، فالحاجة اللي حتساعدني أو اللي حتخليني أنا إنسان مطور أكثر ها عن طريق الدورات التدريبية المكثفة في التطوير والبزنس. إنه أنت كيف كرائد أعمال، ما أنا حاليا رائد أعمال واقف في النقطة ألف، عايز أصل للنقطة باء. طيب النقطة باء دي أنا محتاجة أعرف سيستم رولز ستيبس معين أنا أتبعها في المسار ده عشان أحقق الحاجة دي. فدي بتتم خلال دورات تدريبية مكثفة جدا في مجال البزنس وريادة الأعمال، وحاليا منتشرة بصورة واسعة صراحة. فالحاجة دي لها مساوئ أو لها في نفس الوقت إيجابياتها. الإيجابية إنه أنت كيف تقدر تختار القالب الصح اللي أنت مفروض تدخل فيه. دي النقطة الأولى يعني. دي النقطة الأولى، تعرف أنت حاليا، أنا حاليا في نقطة ألف، عايز أصل أول أعرف إنه أنا في ألف عشان أعرف إن أنا أصل لباء. في ناس بتكون يعني بتكون حايمة في نفس الحتة. أيوة ليه؟ لأنه بيكون في حاجات ضبابية بالنسبة لرائد الأعمال. في بداية مسيرتك أنت محتاج ناس قدامك تكون عبارة عن مونيتور بالنسبة لك، ناس ترشدك انه انت تعدل لك مساراتك حتى في فكرتك دي. ففكرتك دي ذات انت طلعت بها الليله حتلقى من زمان قد يكون في زول عمل الحاجه دي، فانت لما تاخذ التراك والمسار بتاعه حتقل على روحك المجهود وحتضاعف النتائج. طيب في حاجه مهمه جدا نحن لازم نتكلم عنها، ويعني انا من خلال كلامك الاخير وقبلك انت قلتي لما عاوزه تبدي مشروعك زيرو راس مال، زيرو كله زيرو بالضبط كده. هسي بتابعنا واحده او بتابعنا واحد كل الحاجات دي زيرو يعني وعاوز يبدا، اي كان شكل المشروع اللي عاوز يبدا، شنو الخطوات يا مساجد ممكن يتبعها عشان يقدر يصل او يقدر يحقق ولو جزء بسيط من النجاح المفترض يحصل؟ انا حديه مثال بروحي، انه انا لما بديت كنت زيرو اي شيء. اول حاجه خدتها ببالي، طيب انت في اخر سنه وحتخلصي جامعه، بس كل هدفك وطموحك انه تجري جامعه وبعدها تشتغلي في مستشفى وخلاص؟ لا، حسيت انه في بصمه، في قيمه انا عايزه اقدمها. القيمه دي ما حتجي من خلال الشغل الروتيني، حتجي لما انت تطلع تعافر وتفتشي. فاول حاجه عملتها جمعت من مصاريف الجامعه، هو سواء كان حاليا الانسان اللي عايز يبدا ده اكيد حيكون في حاجه بسيطه. بديت ب 850 جنيه فبالنسبه اول هديه 850 جنيه دي عملت بها اول باكج بتاع هدايا، فكان ربحي فيه 150 جنيه واحد بس، واحد باول واحده. ف اول لما بيقول لك المضخه بتاعتك تبدا بجيت ثاني ما حد قف، ف 850 جنيه دي جمعتها حرفيا من مصاريف الجامعه. ليه؟ لان الناس البيت فكرتهم انه انت داري بتعمل الموضوع ما صعب جدا، ما صعب لكن عايز اصرار منك. انا بديت ب 850 جنيه، ربح كان 150. بعدها لو انت ما واصلتي وتعبتي في نفسك وسرعتي الوتيره بتاعتك ما حد حقق حاجه. بعد عملت الهديه الاولى المره الثانيه جيت عملت هديتين 150، ال 150 ضفتها ل 150 وهكذا وهكذا. في المراحل الاولى صراحه بفتخر بحاجه شديد، كنت بوصل برأي يعني كنت محتاج لرسوم التوصيل انه انا اوصل توفر رسوم التوصيل يعني. فحاليا من 850 جنيه انا عندي محل كبير في بحري، وحاليا المحل قاعد اعمل في محل ثاني. فدي بتعكس لنا شنو؟ انه انا في اللحظه لما جبت الفكره دي بجد كانت بالنسبه لي رياده. ليه؟ لانه حاليا عندها نتيجه، لانه لما بديتها ما كانت منتشره. فكل واحد نصيحتي لكل انسان حاليا بيتابعنا ولكل زول عنده طموح جواه، مهما كان حجم الحاجه اللي انت عايز تعملها حتكون عظيمه وحتكون كبيره لما انت في المقام الاول تديها قيمتها. لما انت تكون بجد ساعي تماما انه انت تضبط الحاجه دي. لكن برضو ما معناها انه انا لازم اجيب حاجه تكون جديده يعني، حتى لو حاجه بالضبط قديمه بالضبط. ممكن انا ابرز فيها وانجح فيها. وممكن الناس حاليا بتقول لك انه انت لازم تجيب فكره جديده، فا اوكي طب ما معناه انه انا ما حكون زول ناجح لو ما جبت فكره جديده؟ ممكن تطور في حاجه قديمه، تطور في حاجه قديمه، تجتهد في حاجه حاليا انت اوريدي موجود فيها، فضل بصمة الحقيقيه اللي انت المفروض تطلع بها كرائد اعمال. كرائد اعمال ما الا لازم اجيب لك فكره من العدم. يا سلام، والله مساجد نحن فخورين بك.
انا مبسوطه بكم اكثر. تسلم ان شاء الله يا رب. وان شاء الله يعني من خلالك دغيتوا في 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 الموضوع فيه شويه طاقه اي وفيه امل زي ما قال السماني يعني ممكن انا ابدا من الصفر وانجح وابقى زول يعني شارليه بالبنان. الموضوع ما صعب خالص أكيد. عشان انا ابقى رائده اعمال او انت تبقى رائد اعمال نقول بسم الله ويلا هيا بينا كلنا. شكرا لك جزيلا نورتينا صراحه من خلال الصباح وموفقه ان شاء الله بدل محل 2 3 4 في مفاجاه كبيره منتظراكم ما انتوا بس انتظروا هديتنا برا ولا شنو اكبر من هديه صراحه لا هديتنا برا المفاجاه هنا الان هدي شفت دي حركة للتجار صراحة فإن شاء الله في خطوة كبيرة شديد ما حقول إنه بس نقلة على الصعيد الشخصي حتكون على نقلة في تاريخ السودان صراحة فتصورون قريب صراحة ده حلم كبير جدا كونك بتتكلمي باسم السودان دي حاجة عظيمة شديد لأنه في بصمة حاليا المضخة بتاعتها بدأت تبدأ فصراحة حتكون هي عبارة عن بوابة لكل شاب وشابة لكل إنسان بجد عايز يكون رائد أعمال فأنا من هنا ببشركم وأقول لكم بجد جاي عليكم كبير شديد إن شاء الله ان شاء الله موفقه ومن خلال كل الشباب اللي حيكونوا معاك وكل الشباب اللي انت حتقفي معاهم زي ما اكيد في ناس كثير وقفت معاك برضو بنحييهم وشكرا جزيلا لكم موفقه ان شاء الله تحيه لكل الناس اللي بتتابعنا صباحا لح بنهديه للمساجد ونهديه لكل الناس اللي بتتابعونا صباحا صباح الخير عليكم.